FM. الكلمة ليك. الانترفيو دو جور. الانترفيو دو جور. سي سمير مرحبا بك, صباح الخير. اهلا وسهلا اخويا نبيل, صباح النور, يوم سعيد لكل مستمعي هذه الإذاعة المتألقة, إذاعة كاب اف ام. عفوا, شكرا على الحضور في برنامج كابوتشينو. نحب نبدا بالكاسكيت نتاعك الدبلوماسيه ونستغل حضورك بحذانا ونحكيه على زياره الوفد الاتحاد العام التونسي الشغل الى سوريا. هل الزياره هذه تبرهن عن فشل المساعي لاعاده العلاقات بين تونس وسوريا في ظل التجاذبات السياسيه, في ظل التحالفات, في ظل انه فما اطراف سياسيه لا تريد لسوريا ان تعود الى حاضنة دبلوماسية لتونس؟ هو للتذكير يعني قطع العلاقات تم معناه في فترة الترويكا, والكل تقريبا بما فيهم قيادات في الترويكا الآن يستعرفوا أن قطع العلاقات مع سوريا, مع الدولة السورية, كان خطأ استراتيجي وخطأ كارثي في تاريخ الدبلوماسية التونسية منذ الاستقلال. تعرف اللي تونس توا هي الدولة الوحيدة في العالم, اللي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة ودولة عربية شقيقة. للتذكير كذلك أن العلاقات الدولية تقوم على الاعتراف بالدول مش بالأنظمة. هناك دولة سورية قائمة مهما كان النظام السياسي الحاكم فيها. أعتقد أن مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل هي مبادرة إيجابية, مبادرة جريئة بالنظر إلى وزن والقيمة التاريخية للاتحاد الشغل. هذا يأتي بعد فشل المبادرة اللي تقدمت بها حركة مشروع تونس, الكتلة النيابية, كتلة الحرة لحركة المشروع, اللي تقدمت بلائحة لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا. واللائحة هذه مع الأسف الشديد معناها لم تحظى بالأغلبية, نتيجة للعبة معناها كنا احنا ننتظر فيها من طرف يعني الائتلاف يعني الحاكم, خاصة بين الحزبين يعني الكبيرين النداء والنهضة, اللي معناها افشلوا هذه اللائحة. اللائحة هذه هي عندها في الحقيقة يعني وزن معنوي ووزن سياسي. مجلس النواب هو مجلس الشعب, هو صاحب السلطة الأصلية في البلاد تبقى الدستور. نعرف أنه العلاقات الدبلوماسية والسياسة الخارجية هي اختصاص سيادي لرئيس الجمهورية تبقى الدستور. نعرف اللي إعادة العلاقات مع سوريا كان عهد رئاسي في انتخابات أكتوبر 2014. نعرف اللي المطلب هذايا هو مطلب الشعبي للشعب التونسي, يقولوا النظام السوري مستبد. لا أعتقد أن هناك رئيس عربي واحد ديمقراطي على امتداد الوطن العربي من موريتانيا إلى الخليج. يعني هذا معناها عذر واهي, عذر معناها لا يستقيم. العالم الكل الآن يتودد لبشار الأسد. ماكرون يعتبر أنه لا بديل الآن لنظام معناها بشار الأسد, البديل هو الفوضى العارمة وقيام معناها دولة طائفية جديدة كما لبنان, وبالتالي انهيار كامل الشرق الأوسط. هذا يعني ترامب عنده مواقف يعني ترامب يعني كيف يعتبر أنه بشار الأسد معناها رقم مهم في المعادلة الدولية للتصدي للإرهاب معناها وللتطرف. هنقوله سي سمير, معناته كانوا احنا ديباسي وكانوا قعدنا في كل الحقبة الأولى متاع يعني الخلاف السوري. اليوم تبدل العالم, تغير العالم, العالم قوى الموازين العالمية. تونس تعيش على هامش المتغيرات الدولية. الآن يعني الاستحقاق الأول في العالم هو التصدي للتطرف والإرهاب, الإرهاب اللي امتد لأوروبا,
امتد لبريطانيا لفرنسا لتركيا، معناها يهدد الاستقرار العالمي. الآن الاستحقاق الأول في العالم له حريات وله ديمقراطية، ونعرفه زيف هذا الشعار في العراق وفي سوريا وفي ليبيا وفي تونس. يعني تونس قادت على هامش هذه المتغيرات الكبرى اللي صايرة على حدودها في ليبيا. شوفوا توا المبادرة الأخيرة متاع ماكرون اللي بعد أسابيع أو أشهر قليلة من فوزه في الانتخابات، يعني قام بمبادرة معناها مفاجئة، أنه لم القطبين الرئيسيين معناها في المعادلة السياسية في ليبيا حفتر والسراج، ما أزعج إيطاليا القلوية، أزعج إيطاليا، أزعج يعني الـ معناها فما تقاسم أدوار الآن يعني في العالم. أمريكا استفردت بمنطقة الشرق الأوسط، وفرنسا رجعت إلى منطقة النفوذ التقليدية متاعها، المغرب العربي وليبيا. تفضل. باش ناخذ لك مثال دونالد ترامب، يقول لك اليوم دونالد ترامب غير في السياسة الخارجية متاعه 360 درجة. نعم. يقول لك يحسر على خطاب الحريات والحقوق والديمقراطية، والديمقراطية لازم تكون موجودة في الشرق الأوسط وشرق الأوسط الكبير. اليوم يقول لك ترامب، خويا أعطيني فلوسي، أنا قاعد نحمي فيك كدولة عظمى في العالم وعندي قواعدي العسكرية. خويا دونالد ترامب اليوم يحكي بزنس، يحكي بزنس إز بزنس، لا علاقة له لا بحريات ولا بحقوق ولا ثورات. يقول لك خويا أنا قاعد نحمي فيك، أعطيني فلوسي باش نكمل نحميك. ما أنت شوف المتغيرات الدولية. نعم. وشوف تغيير الخطاب، وإحنا ما زلنا نحكيه في موضوع أنه والله لا، سوريا فيها مستبد وفيها ديكتاتور ولابد من حماية الشعب السوري. ما زلنا في الخطاب القديم. يعني اللي يعمل فيه ترامب واللي يعمل فيه ماكرون واللي تعمل فيه القيادات الدولية الكل، هذه كراي الخيارات الأصلية للدبلوماسية للعلاقات الخارجية، هي علاقات مصالح، وين نلقى مصلحتي هذه هي السياسة الخارجية. وين مصلحة تونس؟ هل مصلحة تونس معنى أن تكون فيها علاقات مقطوعة مع دولة مهمة في الشرق الأوسط، عنا معها مصالح نجالية مهمة يعني في سوريا، سوريا هي بوابة الشرق الأوسط، عن علاقات ثقافية متطورة، عن علاقات حميمية، عن توانسة متزوجين يعني من سوريات، والعكس كذلك سوريين متزوجين يعني من تونسيات. علاش لماذا هذا الغباء؟ ما فماش كلمة أخرى. لماذا هذا الغباء والتعنت في تجاهل حقائق الواقع والتاريخ والدبلوماسية؟ شهمنا فيه احنا بشر كما توا السيسي، فبني لا نرحب بزيارة السيسي. علاش السيسي انقلابي يا اخي؟ ما نعرفش ان رئيس العراق ولا رئيس، ما نحبش نسميه انا دول يعني ديمقراطيين، يعني كفانا ضحكا. لا سمحني، توا مجلس الامن يقر بموفد دمشق في مجلس الامن ويحكي باسم الدوله نتاعو، يعني فما اعتراف الدوله السوريه في مجلس الامن وفي الامم المتحده عندها يمثلها فوسية. بشار الاسد علم، هو العلم تاع مندوب سوريا، اي مندوب نظام الاسد. هذا اقوى من الامم المتحده هذه في الامم المتحده. يعني راهو المشهد هذايا اللي نعيشه فيه في تونس مشهد سورياليست سوريالي، معناه ما يخضعش المنطق، ما يخضعش المصالحنا. عندنا ملف كبير هو ملف التسفير، عندنا ملف الدواعش، التوانسة اللي موجودين يعني غادي مستحقين الى المعلومات معناها امنيه. ما تنجمش تاخذ معلومات وتتعامل على ملف استراتيجي محوري معناه امني في تونس مع طرف انت غير معترف به. ربطت لي بسؤال مهم. نعم. هل عوده العلاقات مع سوريا تخاف منها بعض الاطراف السياسيه الداخليه في علاقه بملف أكيد. التسفير في علاقه أكيد. بملف الجمعيات الخيريه في علاقه أكيد. بدعم الدعم الجمعيات هذه لسفر في الشباب؟ بعد شويه راجعين جاوبني على السؤال هذايا بعد الفاصل. مرحبا بكم الناس الكل. هذه الموسيقى تسمعها بعد شويه بيان سور في على راديو كاب اف ام والموسيقى الصيفيه. نرجعوا نحن للكابوتشينو والسياسه، السياسه والصيف حاجه تعمل الكيف كما يقولوا، شويه لايت هكا، موسيقى لايت مع الجو الصيفي. نرجع لك سي سمير عبد الله عن مشروع تونس والخبير الدبلوماسي. وقبل الفاصل حكينا على انه هناك من يخاف عودة العلاقات مع سوريا، لماذا؟ معناه على خلفية يعني ملف، معناه هذا مستر الملف، قضية حارقة مطروحة في تونس، قضية معناه آلاف متاع التوانسة شبابنا غسلوا لهم الأدمغة متاعهم،
سفروهم مئات الرحلات هبطت في مطار الصبيح من غادي دخلوا عبر الحدود معناها التركية السورية شبكات معناها تسفير مساجد جندت لي يعني غسل الأدمغة وتحفيز الشباب هذوما على الذهاب إلى ما يسمى يعني بالجهاد. والتوى ما قرينا حتى فتوى تجيز الجهاد في مكانه الأصلي أي ضد العدو الصهيوني. فبني شفنا جمعية تسفير إلى معناها جمعية إلى القدس. التسفير معناها تمويلات ضخمة لتمويل هؤلاء يعني الشباب والعائلات متاعهم توا عائلات ميتمة. جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في حق الشعب السوري ودولة دولة شقيقة منتظر أنه فما محاكمات دولية. وسوريا تقدمت بملفات موثقة في الاتجاه أذية. من حق الشعب التونسي أنه يعرف حقيقة هذه المأساة. خلينا نحكي على أهمية إعادة العلاقات. لو عادت العلاقات الدبلوماسية والرسمية مع سوريا ماذا سيحصل؟ أولاً شنو الاستفادة متاع تونس؟ أولا ساعة أنه تونس تاريخين ما عندهاش أعداء على مستوى الملف. على مستوى الملف أنه معناها القاعدة الطبيعية أنه فما علاقات. الاستثناء والنشاز هو قطع العلاقات. الدولة الوحيدة اللي ما عندناش دولة بين ظفرين كيان معنى استيطاني استعماري هي إسرائيل. عندنا دول عندنا علاقات دولية جيدة ممتازة مع كل دول العالم إلا سوريا. علاش؟ باش ضرتنا سوريا. شنو الضرر اللي لحق؟ شنو اعتدت على الأمن القومي التونسي؟ أضرت بالمصالح الاقتصادية لتونس؟ هاي تركيا أضرت بالمصالح وعومة السوق بالشوالق وبالقلوب البيضة وندفع بالدوفيز ثمن إغراق السوق التونسية وتسكير وغلق عشرات بل مئات معنى المصانع ومصانع النسيج خاصة. وندافع على شيء هذي ندافع على شيء هذي. عندنا وزير يدافع عن المصالح التركية ما سمعتوش يدافع بنفس الاستماتة على المصالح التونسية. وزير التجارة تقصد يعني بي معناها مصلحة تونس أنه تكون عندها علاقات طبيعية مع الدولة السورية. ساعة أولا دولة مهمة جدا في علاقة أولا بالقضية الفلسطينية بعلاقة بالتوازنات الإقليمية مع إيران مع لبنان مع السعودية مع الدول الخليج. معنى إذا ما عندكش البوابة السورية أنت مش موجود في الشرق العربي. وأنا كنت سفير في لبنان مدة 3 سنوات ونعرف شنية سوريا والدور السوري المتعاظم هناك في علاقة بلبنان في علاقة بالسعودية في علاقة بالحليف الإيراني في يعني ضروري أنك باش تكون عندك المعطيات الشرق الأوسطية أن تكون عندك علاقة. هذه أنا لازم يكرو سمحني أمام في المكرو راهم عندها مقطع في العلاقات السياسية بدول الخليج وقطر وتونس وتركيا و2011 والقروض أو المساعدات القطرية اللي عندها ثمن وعندها معناتها كونتر بارتي اللي هو مساندة ميليشيات وقوة جماعات مسلحة ضد نظام بشار الأسد والدخول في اللعبة يعني ومؤتمر أصدقاء سوريا الخطأ الكبير اللي وقعت فيه راهو الدبلوماسية التونسية راهي حقبة سوداء. الدبلوماسية التونسية راهي مدرسة كبرى تدرس في العالم. عندنا دبلوماسية أكبر من حجم تونس الجغرافي والتاريخي اللي وضع الخيارات الكبرى الزعيم الراحل حبيب بورقيبة تمشي لأمريكا اللاتين تمشي كذا يحكي لك على تونس ويحكي لك على كارتاج وصورة معناها تونس. أنه الدبلوماسية التونسية ضربت في خياراتها الأساسية في حقبة الترويكا يعني ولات علاقات إيديولوجية في علاقة مثلا بالملف الليبي مع طرف إيديولوجي اللي هو فجر ليبي ضد أطراف أخرى في علاقة بمصر معنى علاقات إيديولوجية والتو يرفعوا في شعار رابع ومش معترفين بالنظام معترف به كما قلت بالنسبة للنظام السوري معترف به في الأمم المتحدة في علاقة بسوريا في علاقة تو بما يسمى بالمحور السعودي ضد المحور يعني الإيراني يعني الروسي. معنى انخرطنا في لعبة دولية قذرة. تونس ما عندها حتى دخل فيها ما عندها حتى لربح فيها بل بالعكس معناها الشظايا متاعها فبدي مست
حياتنا السياسية الداخلية، واللي ثم تجاذبات بين ما يسمى بالمحور القطري والمحور الإماراتي، يعني والإسلام السياسي يعني ثانيا معناها مصلحة راو أنه المعطيات، أنا نقول الأجل رأي المعطيات حول شبكات التسفير الكل موجودة في تونس وبحوز وزارة الداخلية. وزارة الداخلية في أحلك أيامات الترويكا تشتغل والاستعلامات تشتغل وعندها جميع المعطيات. ما الذي يعطل؟ خلينا نسمع التوانسة، يعني خليفة متوانسة تو سمحني، عندي الوثائق الكل وعندي المستندات، أي شنو اللي يعطل المحاسبة والمحاكمة اليوم؟ ثم قرار سياسي ضد كشف الحقيقة، ضد كشف حقائق ملف الاغتيالات، ملف الإرهاب، جنودنا اللي ذبحوا، فيما يخص الفساد مازال ما وصلش المعاقل الفساد اللي هي مراكز النفوذ معنا السياسي في علاقة كذلك يعني بملف التسفير. هناك حقائق تزعج، لأن لو كشفت هذه الحقائق فما زلزال سياسي يحدث في البلاد على مستوى كامل المشهد يعني برمته. ولكن ينساو أنه الحقيقة راهي تنتصر في الأخير، أنه من مصلحة تونس، هذا حق الشعب التونسي في معرفة الحقائق، أنه مش من مصلحتها عودة العلاقة. تشوف رغم مبادرة الاتحاد، رغم المبادرة التشريعية معنا في مجلس النواب، رغم المطالب الشعبية، ما رجعتش. فما إرادة مرتهنة، ارتيان إرادة ضد كشف هذه الحقيقة. في نفس السياق بيجي قائد السمسي رئيس الجمهورية البارح اجتماع مع رؤساء بعثات دبلوماسية، يقول لك كلمت حفتر بالتليفون وكلمني بالتليفون، حكيت معاه وقلت له راك أنت جزء من المشكل ويمكن أن تكون جزء من الحل، ونحن على مسافة واحدة مع الأطراف الكل في ليبيا. وهذا احنا من قبل مع الدبلوماسية التونسية معروفة بهذا، معروفة بالمسافة والغكول اللي نعملوه على الخلافات الداخلية للبلدان. اسكو تشوف انه على صواب الرأي هذا، انه الدبلوماسية متاعنا تكون محايدة في الحياد هذا، معناتها انه حفتر حتى ولو حفتر معناتها عنده مجال حيوي كبير توا بور لو مومون في ليبيا، يقعد جزء من المشكل ولا نتحدث مع الاطراف الكل وما حتى حد ما يتغش، وعنا توازناتنا وعنا قيمنا احنا في الدبلوماسيه. معناتها هل لابد ان نكون محايدين او ان نكون براغماتيين ونكون مع الطرف الاقوى في المشاكل الداخليه؟ يعني تشوف تونس يعني تاريخيا منذ الاستقلال ما نقولش معناها قوه محايده، هي قوه اعتدال، قوه وسطيه. تونس راه التجؤلها في ازمه الجامعه العربيه بعد ابرام معاهده كام دافيد. الجامعة العربية رجعت لتونس بقرار عربي، لأن تونس هي ضمان القرار العربي المستقل. تونس ما نقولش محايدة، الحياد الإيجابي اللي عملته تونس مع القضية الفلسطينية ما عملته حتى دولة عربية. احتضن القيادة وقتها ياسر عرفات مهدد بالتصفية الجسدية في بيروت، وكفي مشيت غادي سفير شفت الشيء اللي صار المنظمة التحرير الفلسطينية وقواعدها ومخيماتها يعني في بيروت يعني بغطوه اليوم، والقاء كان تونس هاي. فتحت أحضانها حتى دولة عربية أخرى واحتضنت القيادة الفلسطينية واحتضنت المقاومة المسلحة يعني الفلسطينية، وتونس دفعت الثمن الغالي في حمام الشرق وهدت بقطع العلاقات مع أمريكا، واستصدرت لأول مرة في التاريخ العربي قرار من مجلس الأمن يدين بالاسم إسرائيل ويحكم عليها بالغرامات تعويضا عن الاعتداء على السيادة التونسية. زيتوش على بعضها فيما يخص الملفات هذه. تونس مش طرف عمرها ما انخرطت في محاور لا شرقا ولا غربا، هذه قوة الدبلوماسية التونسية، هي قوة وسطية، قوة اعتدال، قوة أربيتراج. الناس الكل تجي، أنا كنت سفير في بيروت، بيروت هي مركز مؤتمرات إقليمية، تقريب كل جمعة كل 15 يوم ثم مؤتمر. ويا نبيل قبل المؤتمر جيني تليفون من سفير من السفراء العرب من دول كبرى، السعودية وقطر وغيرها ومصر. سعادة السفير، ما هو الموقف التونسي من القضية المطروحة في هذه المؤتمر، في هذا المؤتمر للاستئناس بالموقف التونسي؟ ها تونس هذه موثقة بالتقارير يشاوروا تونس
تونس ما كانت تابعة لحتى حد. لكن ما الذي يمنع انه تونس تستضيف حوار بين حفتر والسراج؟ مطلوب هذا. اي علاش علاش ما شنو اللي يمنع؟ علاش فرنسا هي اللي تبادر وتجمع بين السراج وحفتر في اجتماع معناتها في فرنسا؟ وحتى ايطاليا هي كما ايطاليا معناتها اللي عندها دور استراتيجي وعندها سلطه تاريخيه حتى على ليبيا, معناتها ما استاءت من الاجتماع هذا ورجعت بعد الاخبار الصفقات الاقتصاديه من حيث اليد العامله, من حيث العلاقات التجاريه بين تونس وليبيا. ونعرفوا اللي جزء او مش نقولش الحل الاقتصادي الكامل اللي في تونس هو ليبيا. يعني معناها ثم حقائق بديهية يعرفوها تونس يزمنا نذكروا بها. راو ليبيا وتونس ثم شعار جالفودي هكا ممجوج, بلد واحد حقيقة, يعني الشعب التونسي والشعب الليبي شعب واحد تاريخيا بالأنساب بالعشرة بالعائلات من الحرب التحرير عمر المختار في تونس, كما الحدود راهي اصطناعية تمشي غادي فما 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 صحراء فما رمل فمش حدود. ويعني الملف الليبي في الأصل هو ملف تونسي, لأن ليبيا هي عمقنا الاستراتيجي السياسي الاقتصادي الاجتماعي والأمني بالخصوص, والعكس بالعكس كيف كيف. يعني فما مصالح استراتيجية مشتركة. أقرب بلد ليبيا مش مصر, هي تونس. ليبيا هي عضو مؤسس للمغرب العربي, أقرب بلد لها للمغرب العربي هالمجموعة الجغرافية هي تونس إقليميا. يعني مع الأسف الشديد هنا يشوفوا مصالحهم الضيقة. أنا منطلق يعني وطني قول مع الأسف الشديد ضيعنا فرص متلاحقة, لأن الخيمة الطبيعية لحل الخلافات الليبية, أكيد كل بلد فيه خلافات, وليبيا هي معناها فسيفساء سياسية كبيرة وتدخلات مصالح أجنبية كبيرة وسلاح يعني منتشر وتقاتل بين الإخوة الأعداء. يعني فما قوى أساسية تتحكم في الليشيكي في قطعة الشطرنج الليبي, منهم مشير حفتر. ميهمنيش فيه أنا هذا إسلامي أو معادي للإسلام السياسي, هذا رقم صعب في المعادلة. العالم الكل فهم هذا, ترامب فهمه, ماكرون فهمه, إيطاليا فهمت, العالم الكل فهمت, مصر فهمت, السعودية فهمت, الإمارات فهمت, إلا أحنا ما زلنا استقنين في 2011. لا نتعاملوا مع العالم بنظرة إيديولوجية. الإيديولوجيا ما تعطي كاد الفشل منذ انهيار المنظومة الشيوعية, أكبر إيديولوجيا كانت منتشرة في العالم. الإيديولوجيا لا تؤدي إلا إلى الانتحار السياسي في الداخل وفي الخارج. السياسة عندها معيار أساسي هي البراغماتية, هي الواقعية السياسية لوريال بوليتيك. ثم رقم موجود اسمه حفتر, ثم ميليشيات إخوانية ضربت الآن في مسار السقوط المدوي المتتالي للإسلام السياسي في سوريا, في خلال أزمة الخليج مع قطر, في سوريا في أزمة الخليج, وفي مصر ضربة القتلى. قطر مصر هي نقول أم الدنيا, هي أكبر دولة عربية سياسية عندها دور. هذه هي القراءة, يا تقرأ قراءة سليمة صحيحة يا ما تقرأهاش. كي ما تقرأهاش وتقرأها حسب نظرتك أنت مش تلقى حليب, مش توقف في زنقة باسم الإسلام السياسي وباسم التمسك يعني بالسلطة حتى على الجثث ويعني الخيبات السياسية. ثم الرهان الاقتصادي كبير برشا في ليبيا على مستوى التشغيل, على مستوى إعادة البناء, معناه لو مارشي دو لا ريكونستركسيون دو لا ليبيز, معناه مش تكون صفقة القرن بمليارات المليارات الدولارات. كل شيء توا مطلوب إعادة بنائه في ليبيا, المستشفيات, الطرقات, المدارس, الإدارات, المصانع, كل شيء. معناتها ماكرون أصابها بالسهم. معناتها تونس ايش عندها غليمة. عندها رأس مال البشري نتاعها, عندها الذكاء نتاعها. تونس عاودت بنات موريتانيا الطرق السيارة في موريتانيا بناوها التوانسة في افريقيا, في افريقيا السوداء. يعني كانت يعني الملف الليبي هو نعتبره ملف تونسي. انا نتصور انه ليبيا هي مش تقعد في بلاصتها وتونس في بلاصتها, انه مطروح الان, وهنا نأيد رئيس البجي قائد السبسي, انه تونس مطروح عليها انها تتعامل مع جميع الاطراف السياسيه
الفاعلة في ليبيا على قدم المساواة. احنا ننظر ليبيا كدولة يعني كقطر مهم وحيوي بالنسبة لتونس، وانه لا مفر من التعامل سياسيا مع كل الأطراف بما فيهم حفتر. وقت اللي المشروع بادر ومشى عمل مغامرة على مستواره والرحلة الجوية معناها كانت مادة بخطر حتى الموت، معناها حكينا سي محسن مرزوق بالتفاصيل على الرحلة الجوية اللي صارت في مناخ متاع افتقاد الأمن، واللي شاكاوت معناها في المشاو معناها مسافة كبيرة معناها على البر، كل 10 كل 15 كيلومتر ميليشيا توقفك وتبحث وين ماشي وين جاي. ابني لقاء حفتر لقاء عمل ضجة العاصفة اللي أثرتها يعني في تونس، ودبلوماسية موازية، وانتم موالين للشق الإمارات وضد الإسلام السياسي. الأحداث أثبتت أن المبادرة هذيك كانت مبادرة تاع فيزيون تاع رؤية استشرافية استباقية للأحداث. تونس كانت ما تتعامل كان مع ميليشيا إخوانية اللي توا سلوترا ايه، فما النواب مشي وقابلوا الميليشيا هذي بي عاز من رجل أعمال توا شوف معناها تراكمات معناها متاع أخطاء بدون الدخول في التفاصيل. حان الوقت أنا نقول أن الدبلوماسية التونسية ترجع تتحرر وصولها تتحرر نهائيا. يا أخويا مارس الإيديولوجيا في البلاد ما يسألش، دخلنا بربي البرة اتق الله في حق هذا الوطن، في مصالح هذا الوطن، في مصالح تونس العليا. تونس البرة راه ما عندهاش أعداء تاريخيا، عدوها الوحيد هو الكيان الصهيوني. تونس عندها مصالح، الشعب التونسي عنده مصالح متاع التنمية متاع الاستثمار متاع التشغيل. السوق الليبية راي سوق حيوية استراتيجية للتوانسة باش يشغلونا عشرات الالاف من الخبرات التونسية في كل الميادين في المقاولات. حان الوقت الان لتصويب المسار واتخاذ القرار الحاسم في اعتبار تونس هي الخيمة الطبيعية الأصلية لحل الخلافات بين الإخوة الأشقاء في ليبيا. وإذا علاش تونس ممكن صندوق النقد الدولي يعتبرها نموذج يحتذى به، وسمعنا أنه صندوق النقد الدولي والوفد بتاع الصندوق تخفف الشروط المضيقة على تونس، وأنه يحاول باش يتماشى مع المتغيرات، ويشكر مكافحة الفساد الحرب القائمة من قبل يوسف الشاهد. وإحنا نحكيه على الوضع المالي والدبلوماسية، ما فيها الدبلوماسية الاقتصادية وحاجة مهمة ياسر في بلادنا. اليوم نحكي على وضع مالي صعب للغاية، لما شكون يقول إحنا ماشيين للإفلاس بعدم تفعيل البلان داكسيون اللي تفهمنا عليه مع صندوق النقد الدولي في تسريح الموظفين، في صندوق الدعم، في الشركات العمومية الوسط العمومية وتخفيف الضغط عليها من قبل تخفض الكلفة العمومية. هذه الكل معناتها علاش معطل ومكبل؟ ليه كيفاش حوارنا كله في تعطيل والتكبير؟ أكيد أكيد أكيد, أكيد يعني شوف كما تفضلت سيادتك، الكلينيوتون الكل سنتوروج أضواء الكل حمراء تجبت على صندوق النقد الدولي. قريت فقرات من التقرير، حقيقة أن تبلو نوار مخيف. يعني المؤشرات متاع المديونية رقم قياسي 64% من الناتج المحلي الخام، كتلة الأجور بالمقارنة مع عدد السكان رقم قياسي تقريبا في العالم، من 2011 التوى نزادوا 200 أكثر من 200 ألف موظف وانو لينس المعهد الوطني للإحصاء بوابهم في الصحة قديش، في البوسطة قديش، في التليكوم قديش، كذا إغراق الإدارة. الهدف شنو؟ شلها الدولة التونسية هذه في 2011 رغم كل مسار حرق تدمير صمدت. علاش؟ لأن إدارتها قوية، الدولة هي إدارة. في خضم تلك الحرائق الناس شد الصف باش تخلص الأداءات وباش تخلص الماء وباش تخلص الضوء، معنى إقرار وأن الدولة موجودة وصامدة بإدارتها.
فوقع استهداف الإدارة هذه بإغراقها بناس المعيار الوحيد متاع انتدابهم هو الولاء السياسي وجماعة العفو العام. فما شكون يقول لك لا يقول لك هذه موفيز جيستيون ما عندها حتى علاقة بال تقول انت تبريك المؤسسات هذه او الاداره العامه هذا هو موفيزيسيون تلتلموه معناتها ماهوش هذا هو سوء تصرف مش ياسر مكر معناتها هو سوء تصرف مشكلة تاع تصرف وسوء تصرف اغراق الاداره سوء تصرف هذا شكل قوي من اشكال الفساد معنى انتدابات تحت الطاوله مش معلنه مش شفافه لطائفة سياسية معينة من التونسيين اللي عندهم الحق في التشغيل وزيادة التعويض المالي اللي هو بحتى معنى التعويضات والقروض والسؤال المحير متاع التوانسة أنا البارحة كنا نشرت تدوينة على الفيسبوك عبلة البيوس في انكادري مربع أحمر قلت طيلة 20 سنة من 1991 إلى 2010 تونس لم تقترض دولارا واحدا من صندوق النقد الدولي واعتمدت في ذلك على تدوينة للسيد توفيق بكار محافظ البنك المركزي سابقا انتشرت انتشار النار في الهجة هذا قلت مش من باب البكاء على أطلال الماضي راهو الأزمات اللي واقعة في تونس والمحن اللي تعاني منها في البلاد مش قدر تونس وتونس عارفة تقبل راهو أزمات وقت مزالي مرحوم مزالي في أواسط الثمانينات وانتصرت عليها باش سر تونس تعرف ايش يكمل اللي يقول عليه بورقيبة المادة الشخمة الذكاء التونسي هذاك رأس مال تونس الأول الكفاءات نحب نوضح حاجة صندوق النقد الدولي يتدخل عندما يكون فما صعوبات خانقة اقتصادية لدى بلدان معينة ويرافق البلدان اللي عندها أزمة اقتصادية في الأسلحات الهيكلية هذا دور صندوق النقد الدولي راهو تاريخ صندوق النقد الدولي شوف صندوق تاريخه أسود هذا راهو داخل في الماركتينج نتاعو حتى تقاريره هكا الصندوق النقد الدولي في امريكا اللاتينيه وفي في مصر وفي في في السبعينات وفي الثمانينات وانتفاضه الخبز وكذا يعني التدخلات ما تولد كان الانتفاضات معناه شنو الكلمه ديما اللي يقولها حقيقه الاسعار فبني الغاء التعويض الخوصصه فبني تعويم العمله يعني هذا الكل ما يؤدي الا الى الانتفاضات الاجتماعية في بلاد لم تعد تحتمل تونس توا اليوم نسمع في كابا فيم الحرائق اللي صايرة معناها في في جندوبة معناها الكارت بوستال متاع تونس البطاقة البريدية العنوان الأول متاع الجمال التونسي كل الغابات متاع تبرقة وعين درام اتضربت في أكثر من مكان والتزامن والتوقيت مع هبوب الرياح وفي السخانة هذية وجيو أكثر من جيب متاع حرائق يأكد أن المخطط إجرامي مخطط الأرض المحروقة معناها البلاد هذه بفعل فاعل هذا معناها تصور فما صحفية ماهوش فما صحفية معروفة حاضرة بنت المنطقة البارح نقلت على شبكة التواصل الاجتماعي لحظة بلحظة الشيء اللي يصير وقالت وأنه هذا معناها احتمال قوي جدا أن يكون يعني بفعل فعل والحرائق معناها مش كان في الواحد في برشا يعني هذا التزامن في هذا الفصل في هذا القيد فما حرائق طبيعية ولكن اليوم الصباح نسمع أنه فما مازالت جيوب ولم يقع الآن يعني السيطرة بالكامل على هذه الحرائق نحب نرجع ونقول أنه راهو تونس ما عادش تتحمل هذا النزيف في طاقاتها راهو قاعدين نضيعوا في برشا طاقات للهدم والتخريب وزرع الحقد حان الوقت أن الطاقات هذه تتوجه للبناء تتوجه للمستقبل احنا لانسينا تحدي نزل العكرمي قلنا نتحداه كتوا مدير تنفيذي بتاع حزب ولا رئيس حزب يحكم في البلاد انه معناتها يعطينا برنامج اقتصادي فما حد شيء اعطيونا يا اخوي حلول اقتصاديه في عوض بربي انتم تتسارعوا على التحويل الوزاري وحطوا لي فلان ونحيب لي فلان اخوي اعطيني برنامج اقتصادي واضح البلاد تمر بازمه ماليه
الجاية تو وقته هو باش نتخالف ولا نصالح وما يسوف الشهد مش وقته. هذا يعني هذا اللي نحبوه. لا ذاك هو هو احنا يسع ثقة للتوانسة زادك في كيف معناها توا شوف معناها باش نرجع ونحل القوس حول معناها السيد يوسف الشاهد الشاهد معناها رئيس الحكومة اللي على القليلة نعترفوا له اللي إلى جوي أن جران كوت بوكير وساهم في إرجاع الثقة في التوانسة بالخطوات الأولى اللي اقتحى على الأقل إلى الآن في معناها الحرب معناها ضد الفساد وضرب يعني رؤوس متاع التهريب ولو أن الحرب هذه للآن ما وصلتش إلى مداها في ضرب رؤوس الفساد السياسي لأن الكونترا محمية سياسية وعندها حصانات سياسية ونعرف معاقل الفساد هي مراكز النفوذ السياسي وهذا موقف حركة المشروع وقلنا رأوا أنه احنا كحركة سياسية تقريبا الوحيدين رأوا على الساحة وفي مجلس النواب كتلة الحرة لحركة المشروع المساندة بطريقة صريحة ومباشرة وبدون مساومة او ابتزاز المساندة التامة لهذه الحرب على الفساد ولكن احنا قلنا أنه لابد من استراتيجية واضحة تحدد الأهداف من هذه الحرب تعطي للقضاء الإمكانيات باش يشتغل باش يلاحق معناها رؤوس الفساد خاصة على مستوى القطب معناها القضائي المالي وقلنا راو السند الكبير ليك راو مش التحالف المنافق هو الشعب التونسي اللي واقف معاك وحركة المشروع تونس تنجم تعتبرها بيتك السياسي وأكبر سند إذا تلتزم باستراتيجية واضحة والمضي قدما في الحرب على الفساد اللي هو نعتبره الاستحقاق الاستراتيجي المحوري الأول الآن في تونس. شكرا لك سمير العبدالله الخبير الدبلوماسي والقيادي في مشروع تونس. الكلمة ليك.